وسهلا فيكم ببيتنا المتواضع. وقبل ما تفتح تمك ميدو بدنا نسمع اغاني على طول كده. ضريبه ما في بعدها بزنس وومن شغاله فلوس و ميدو بقى الحته بقى بتاعت فهمي الصح بقى. الحته الصح بتاعتنا بقى بعد اذنك يا ريهو طبعا اتفضل. انت ممكن تغني على فكره معانا. ايه هنشغلكم هحشر نفسي كده. فيصل بقى يدينا حاجه بقى الجو القديم بقى. اه انت بتحبيه. انا بصي كرة ما معنا مش مثل الحلقه تبعيتنا. لا لا في طلعه معينه في حلقه موسيقيه جدا احلى شيء موجود وهيدي دي من الاغاني اللي احنا بنحبها جدا انا واحمد طبعا ودي من الاغاني اللي حطيتنا في الحته الكلاسيكيه شويه بالظبط بس حلوه كتير مميزه كده شخصيه احنا عم نحكي عن كلام الحب وكلام اللي هو وكلام هي بس نرجع شوي لموضوع حلقتنا موضوع الميزانيه
ريم ميزانية.